مساء الفل والسعادة على كل مشاهدينا، وأهلا بكم وحلقة جديدة من السفيرة عزيزة، حلقة يوم الثلاث. مساء الفل يا نهر. مساء الفل عليك يا شيري يا جميلة، مساء الفل على كل اللي بيتابعونا، كل مشاهدي قنوات دي ام سي وكل متابعي برنامج السفيرة عزيزة. النهاردة عندنا فقرات كتيرة جدا، هنقدم لكم فقرات متنوعة. هنبدأها معاكم بفقرة جديدة لانج، يعني وهي سفيرة عزيزة ولكن مش من مصر، من بلد تانية، بلد عزيزة. هيبقى معانا فيها سفيرات من بلاد مختلفة قرروا ان هم يحققوا نجاحات في كمان مجالات كتيرة ومختلفة. الحقيقة ان زي ما نهى قالت، احنا قررنا ان احنا يعني نتوسع شوية، ما يبقاش بس داخل نطاق الجمهورية، لكن ننفتح على تجارب ستات تانية قدروا ان هم يحصدوا نجاحات كبيرة على كافة الأصعدة في بلادهم أو حتى في بلاد أخرى في مجالات مختلفة، وقدروا كمان يتقلدوا مناصب قيادية مهمة. في سفيرة عزيزة بنهتم جدا زي ما قلنا بالمرأة المصرية، نجاحها ودورها، لكن حبينا كمان نشوف السيدات محققين إيه، لأنه النجاحات عدوى ودايما ملهمة. فقرتنا الجديدة هي سفيرة عزيزة من بلد عزيزة، وأول سفيرة بتنورنا في هذه الفقرة بنفتتح بيها كده الفقرة الجديدة دي، هي سفيرة من دولة الإمارات العربية الشقيقة. عندها قصة ملهمة جدا، تحدت ظروفها الصعبة وقدرت ان هي تحقق مركز مهم ومرموق. بتنضم لينا عبر تطبيق زوم دكتورة منار الحمادي، مستشار بإدارة قضايا الدولة بالإمارات المتحدة، أول شخص من ذوي الإعاقة البصرية يجول في أروقة المحاكم على مستوى دول الخليج والوطن العربي بأسره. مساء الخير. ومعانا عبر الهاتف منار حمادي، أول محامية كفيفة في دولة الإمارات الشقيقة. مساء الخير يا دكتورة منار. مرحبا وسهلا استاذ كريم، كل الشكر والتقدير على هذه المقدمة الجميلة والرائعة. تستاهلي أكثر منها. الله يعزك، ولي فخر وشرف وإني أنا أكون أول شخص من خارج نطاق جمهورية مصر أن يتم استضافته في برنامجكم الكريم، وبهذه المناسبة أرفع لكم كل الشكر والتقدير من دار زايد إلى جمهورية مصر الحبيبة. تحية، نشكرك جدا ومحبة، وأنا للفخر حقيقة لهذه الاستضافة. شكرا يا دكتورة منار. احنا الحقيقة يعني سعداء جدا ان حضرتك معانا دلوقتي، وحابين نعرف منك، اكيد كان في تحضيرات وخطوات كتيره جدا انك توصلي لانك تبقي اول مستشار باداره قضايا الدوله بالامارات المتحده. عايزين نعرف اكتر عن خطواتك، عن مشوارك، عن وصولك للمنصب الحالي ده. حقيقه ايمان القاده في دوله الامارات بالمرأة الإماراتية بشكل عام وبقدرات المرأة من ذوي الإعاقة بشكل خاص، فأنا حقيقة أكن كل احترام وتقدير لهذه الثقة التي أوليت لي وتم الإسناد لهذه المهمة، حيث أني أنا أكون أول
منصب لمرأة من ذوي الإعاقة البصرية تتقلد هذه المناصب. وكل الشكر حقيقة لمن ساهم ودعم وكان له اليد بأن يمنحني حقيقة الطاقة والثقة لهذه المكانة. يعني رحلة طويلة دكتورة منار، من وأنت طفلة صغيرة واجهت تغيير كبير في حياتك. اللي احنا فهمناه أنك في سن السابعة حدث مشكلة صحية أفقدتك البصر، وصولا إلى أنك تكوني بهذه الثقة، وكمان أولي الأمر يعني يمنحوك ثقتهم تقديرا لمشوارك ومجهودك، فتصبحي اليوم في هذا المنصب المرموق. الرحلة دي من الطفولة وصولا للحظة اللي بنتحدث فيها، ايه ابرز التحديات وابرز يعني مراحل النجاح اللي مرتي بيها عشان تكوني هذه السيدة الواثقة اللي بنستضيفها اليوم في برنامجنا؟ اللهم لك الحمد لك الشكر. حقيقة يعني هي النقلة اللي انا مريت بها كانت نقلة ليست بالسهل اختصارها واختزالها، لكن طفل يفقد البصر نتيجة حادث ومصاحب بخطأ طبي يفوق من البنج ويستوعب انه فقد البصر. نعم. كان حقيقة يعني اول مرحلة الانكار والصدمة استمرت معي فترة جدا طويلة. للاسف نحن يعني لا 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 انا كطفل ولا حتى على مستوى العائلة والافراد تم تأهيل لاستيعاب الوضع الجديد. اكيد. أخذت فترة جدا طويلة حقيقة للتقبل واستيعاب الأمر، سنوات حقيقة. وانتقلت طفولتي من طفلة كانت تلعب بألعاب معينة إلى طفلة شبه يعني كان يمارس اللعب مع الأشقاء، يعني الإخوان مش الذكور مش الإناث يعني. أيوه. فكانت النقلة في الجانب اللعب كان كبير حقيقة. الاستيعاب كان ماخذ وقت طويل. منار كيف نقلت نفسها او انتشلت الوضع الذي كانت مش مستوعب كنا في مرحلة الإعاقة الى ان وصلت مرحلة التمرد حقيقة. التمرد على وضعي، التمرد على عدم تقبل وضعي، التمرد على آلية معاملة الأسرة، التمرد على أم كانت جدا حريصة على طفل تخشى أن إذا لعب يقع يتألم. طبعا. الفترة دي استمرت وقت قد إيه؟ فترة 9 سنوات حقيقة. بعدها بدأت في نفسي اقبل وضعي، اقبل انه خلاص يعني هذه حكمه رب العالمين لامر ما. صحيح. بعد ذلك فرط ارادتي في التقبل للاسره. وخارج نطاق الاسره حقيقه حملت على عاتقي الى اليوم مسؤوليه تثقيف المجتمع حول النظره خلينا نقول العادله لذوي الاعاقه بشكل عام. وحملتي هذه المهمة على عاتقك انك تنقليها كمان لمناهج الدراسة حتى يستوعب كل طفل انه في اطفال بظروف مختلفة. طبعا. يجب احترام تجربتهم وحقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. نعم، هذه حقيقة جت هاي المسألة بعد انجاز تم تحقيقه ولله الحمد من عام 2012. كتب عن منار في مناهج وزارة التربية، وكانت حقيقة من باب المصادفة أنا ما كنت لم يتم مثلا استئذاني في موضوع المناهج، أنا اكتشفتها في باب المصادفة من خلال زميلة عندنا وشافت صورتي في كتاب ابنها وبلغتني بالموضوع. طب كانت مفاجأة سارة ولا إيه؟ والله شعور مختلط يعني. يعني انا مش عارفه اساسا شو فحوى الكلام المضمون،
الهدف من وضع هذه القصة قبل ما اطلع على مضمون متواصلت مع الوزارة مباشرة. نعم. تم الطرح اليهم لمن يمكن استئذاني حقيقة، انا ما زلت شخصية موجودة، مش شخصية وهمية، موجودة هنا. شو النقاط مثلا اللي تم قحمها في مضمون المنهج؟ فكانت النظرة حقيقة يعني أول المعلومات اللي تم إيرادها من مصادر الصحافة، المقابلات، يعني كانت هم نظرتهم أن في شخصية موجودة إماراتية مرت بعدة مراحل. وكان حقيقة يعني جانب جدا إيجابي وتحفيزي للطلبة، ويشكرون عليها حقيقة. تمام. طيب كنا حابين نعرف منك يا دكتورة منار، ماذا يمثل لك ما كتبه عنك سمو الشيخ محمد بن راشد عن شخصيتك في كتابه بعنوان تأملات في السعادة الإيجابية؟ حقيقة هذا سؤال صعب الإجابة عليه فعلا يعني. بس أكيد كان شيء أسعدك. بقدر السعادة، بقدر ما هي حمل على عاتقي هذه الكتابة مسؤولية عدم الإيقاف على مستوى ما كتبه والد سمو الشيخ، وإنما أولى لي مسؤولية التطور والاستمرارية في عجلة تطوير منار. أكون لك كل الاحترام والتقدير، والد عزيز اختار شخصية منار من ضمن لا أدري عدد الشخصيات، لكن حقيقة إحساسي اختزلته في إهداء يعني أثنته لوالدي. نعم. كلمات حقيقة جدا بسيطة أهديتها لوالد سمو الشيخ محمد بن راشد في أطروحة الدكتوراه. لو تسمحوا لي بس إني أنا أتلو عليكم هذه الكلمات. تفضل. كتبت إهداء إلى ملهمي. حقيقة يعني حتى الإهداء يعني تلاشى. أكيد مشاعر مختلطة ومشاعر يعني في فيض من المشاعر كده، ساعات الواحد بيكون صعب عليه انه يحطه في كلمات. لكن بالتاكيد دكتوره منار الحمادي المستشاره باداره قضايا الدوله بالامارات المتحده، اليوم انت مثال يحتذى به لكل امراه عربيه مش بس اماراتيه تتحدى اي نوع من الاعاقه، سواء اعاقه جسديه او اعاقه بابتلاء ما او امتحان ما تمر به في الحياه. احنا بنشكرك انك كنت اول ضيفه لينا في سفيرة عزيزة من بلد عزيزة. كل التوفيق وكل الاحترام لشخصك. دي كانت اول شخصية معنا النهاردة في فقرتنا الجديدة، وان شاء الله يكون دايما في شخصيات ملهمة معنا. احنا هنخرج لفاصل ومن بعده هنستقبل ضيفتنا في اولى فقراتنا النهاردة. خليكم معنا. في ناس يدخلوا حياتك كده ينوروها، يبقوا السند، يبقوا الكتف، يبقوا الايد اللي بتطبطب، يبقوا الحضن الحلو اللي ترتاح فيه، يبقوا عيلتك مش من دمك لكن قريبين قوي قوي قوي. هم دول الصحاب اللي الواحد ساعات يقول عليهم تحوشت العمر كله. احنا النهارده معانا مجموعه متميزه جدا، الصداقة ربطتهم ابتدت بعلاقة زمالة شغل، لكنها بالأيام وبالظروف، وحتى لو الظروف والأيام كانت بتبعدهم عن بعض، انشغالات وأمور الحياة اللي ممكن تخلي الواحد يبعد شوية ما يبقاش بيسأل شوية، لكن وقت لما يعني الظروف تحكم والقلب يوحشه صحابه بيلاقوهم دايما حواليه. احنا النهاردة هنعرفكم على مجموعة الستات الحلوين قوي اللي معانا، ونعرف ايه الرابطة اللي ربطتهم، و
عشرتهم الحلوة دي اتبنت وجت ازاي؟ أستاذة علا عبد الرحمن رئيس قسم العلوم بإحدى المدارس الدولية، أهلا بيكي. أستاذة سارة التركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة بإحدى شركات السياحة، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أستاذة ولاء طه مديرة بإحدى مدارس اللغات الخاصة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والأستاذة أمل حمدي مسؤول التطوير والتكنولوجيا في إحدى المدارس الخاصة، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. صغننين قوي، مديرة أوي. ورئيسة شركة حاجات كبيرة أوي، شكلكم صغير قوي. أهلا وسهلا ما شاء الله. أهلا، احنا مبسوطين جدا ان انتم موجودين معانا النهاردة، وزي ما شيرين كانت بتقول انا بحس فعلا ان الصحاب بيبقوا عزوة، والواحد بيكتشف معدن الصحاب لما بيتحط في موقف معين او بيحصل له حاجة، فبيحس ان ايه دول صحابي الحقيقيين. فخلونا كده نبتدي من البداية ونعرف انتوا اتجمعتوا ازاي، اتصاحبتوا على بعض ازاي. نبتدي بيكي. اوكي، هو مبدئيا احنا كلنا بنشتغل مع بعض في نفس المكان. اوكي، في مدرسة بقى ولا فين؟ مدرسة تيتشرز. بس اللطيف الموضوع ان احنا كنا جست زملاء، يعني في ناس ممكن اتقابلنا مرتين ثلاثة اتكلمنا مع بعض. انا وسارة اشتغلنا في مدرستين ورا بعض. Yeah, مع بعض ما كناش كلوز فريندز. فده كمان زمايل بس. زمايل بس. طب ما كنتوش اصحاب بس كنتوا مثلا بتغيروا يعني من بعض ولا؟ لا يعني اصحاب كده، انا عارفه سارة بس معاملة سطحية عادي. مش كلوز قريبين. اوكي. بالظبط. احنا كل حد فعلا فينا ديبارتمنت مختلف، ف يعني احنا مش مع بعض على طول، احنا بتبقى كل حد في الحتة بتاعته. اوكي، بس انا عارفه ساره وخلاص، عارفه ولاء، عارفه امل. البدايه كانت علاقه يعني انك تعرفي ساره وبعد كده كنا كلنا كله في مكان واحد. بعد كده انا اتنقلت انا وساره مع بعض بقى في مكان تاني. تمام. وكنا برده نوت كلوز برده يعني. طب هما قربتوا من بعض امتى؟ مواقف بقى. مواقف بالظبط. اوكي. طب قولي لنا يعني ساره ايه هي البوينت؟ ان احنا كنا كل حد فينا زي ما علا قالت في قسم مختلف. بعد كده بدا ان احنا يحصل ما بيننا اصحاب مشتركين، يعني انا مشيت من من المكان، ولاء موجوده في المكان، فبدات ولاء تعرفنا تاني على علا، تعرفني تاني على امل، مع ان احنا اوريدي كنا. معلش، يعني انت ساره كنت صاحبه ولاء من الاول؟ من الاول. اوكي. اوكي، واشتغلنا مع بعض، نبعد نرجع، نبعد نرجع. فبدات ولاء تبدا تقول لي علا احنا مثلا مسافرين، علا تيجي، مسافرين، امل يلا بينا. وامل كنت صاحبه مين؟ انا كنت صاحبه ولاء. ولاء يبقى ولاء هي العقل المفكر. ايوه فعلا ده حقيقي. اوكي، من هنا جت الصداقه. بالظبط. يعني فعلا، لانه انا في الاول كان اللينك بيني وبين ساره، وبعد كده اتنقلت في مكان فبقيت مع امل وعلا، وبعد كده جبت ساره، وبعدين اتفرقنا كلنا، بس بقينا بنتقابل بقى في سفريات، في خروجات كده اساسي يعني. سفريات زي ايه بقى؟ احنا يعني كل سفرياتنا دلوقتي جوه مصر، يعني انا كنا مثلا مره مع بعض في كافيه بالليل عادي جدا، وقاعدين وبنهزر وبنضحك، وكل واحد رايح بيته عنده بلان مختلفه لتاني يوم. اوكي. فجاه صحينا الصبح تاني يوم على تليفون منهم، يلا جهزي شنطتك احنا مسافرين دلوقتي. طالعين فين؟ طالعين اسكندريه. حلو الكلام ده. فاحنا بقى يعني الجروب كله بيحب الموضوع ده قوي، وكلنا يعني عندنا يعني بنبقى مبسوطين بالخروج والفسح والسفر وكده، فما حدش بيقول لحد لا. اي ما حد يطلع عنده جروب سلس يعني. كلنا جروب سلس جدا. بالظبط. هو ده اللي هو ده على حاجه. بالظبط، دي حاجه مهمه جدا ان في فليكسبيليتي، يعني محدش بيوقف حاجه. طب احنا يا جماعه هنروح ايه وديتيلد بلاند وهنروح فين؟ بنعملها في الطريق. لما بنروح لا لا لا. والله بنعملها فعلا في الطريق. بالزبط. يعني احنا بس جاست ان الايديا نقولها وخلاص، بعد كده يلا بينا، يلا تلاقي كله. فدي الميزه قوي اللي مخلينا مستمرين بقى لنا سنين مع بعض. بقالكم كام سنه؟ لا يعني انا مثلا انا وولاء احنا عدينا العشر سنين. اوكي. طب دايما في يعني في عاده يعني في نقطه التحول هي اللي دي بتخلي الصداقه تبقى متينه اكتر، خصوصا انه كل الناس عندها ظروف بتخليها تبعد. انتوا غيرتوا اماكن شغل كمان، مش طبيعي يبقى جداولكم مش شبه بعض وظروفكم مش زي بعض. دي عايزه مجهود على فكره عشان نفضل قريبين وبنتواصل. ايه كانت نقطه التحول اللي خلت الشله دي بقت يعني قريبه قوي كده؟ في ممكن احنا برضو بنشير مع بعض كلنا في كورس مثلا، فلينا اهتمامات مشتركه، فبالتالي يعني احنا باي فورس اصلا بنتجمع في الكورسز في كذا، فبتبقى دي برضو ذا سيم بوينت ان احنا تاني بنتقابل. وفي برضو بتبقى حاجات شخصيه، يعني مثلا بتبقى ظروف متشابهه،
ان احنا مثلا كلنا عندنا نفس الظروف ان احنا اتس اوكي اني تايم ممكن حد يلينك مع التاني. فطب يلا نشوف ولاء، طب نشوف علا، امل كذا، فاتس اوكي فبين جو اهيد. فهي بتبقى دي النقطه اللي دايما بتلينكنا مع بعض ان احنا ظروفنا كتير متشابهه. بس زي ما بقول لحضرتك ان احنا ميلي مثلا بنتجمع في كورس، بنتجمع في ممكن في سهره في كذا، فبرضه بعدين احنا عندنا جروب مثلا واتساب ومعانا كتير فريندز، بس بنفضل نطلب منهم يلا نتجمع، فتيجي تبص في الاخر دخلنا خاص مع بعض احنا هو كمان هضيف حاجه على اللي ولاء قالته، هي كمان مش فكره ان حاجه اوريدي احنا موجودين فيها ككورسز او كده. يعني انا جيت في وقت من الاوقات انا سبت مصر خالص اوكي، والعلاقه ما بيننا اتقطعت تماما، خصوصا ولاء كانت اقرب حد من الجروب. بس هي زي ما حضرتك قلتي فكره ان لما بترجعي تاني للكومفورت زون بتاعتك اوكي، بتبقى اقرب حد ليكي الاشخاص فعلا اللي كانوا سند طبعا في اي بقى موقف، في ظروف فعلا عدينا بيها كل حد فينا. طب هل حصل موقف كبيرة؟ هو احنا هل حصل موقف معين وحسيته فعلا بالسند والعزوه وال مواقف كتيره جدا؟ هو احنا وانس نعرف كلنا وانس نعرف ان في حد فينا عنده اي حاجه على طول بنتجمع وبنتقابل وبنروح ندعم الشخص ده. وتقريبا اكتر واحده دعمت في الجروب ده كانت انا. يعني كنت في فتره كده من الفترات مريت بظروف صحيه معينه بصراحه، يعني في الاول ما كناش كلوز فريندز قوي، وبعد ما اتحطيت في الموقف ده وهم عرفوا دايما كانوا يعني الدعم الاول ليا بعد اهلي وبابا وماما، يعني كانوا هم دايما معايا بيدعموني بشتى طرق، يعني بنخرج يعني ما بنخليش دايما في العلاقه بتاعتنا اي حاله اكتئاب او زعل او كده، لا مهم هيلاقوني جداً. مثلا تعبانه يلا نخرج يلا نسافر، فدي كانت حاجه يعني دعم كبير قوي منهم. هم الصحاب عامه يعني بحس ان هم هم الحاجه الاساسيه، العمود الاساسي في فكره النفسيه. هم دعمتوها ازاي؟ بصي انا لسه كنت عايزه اقول حاجه في الحته دي، ان احنا يعني الازمات احنا بناخدها بشكل بالعكس شويه يعني. فاحنا ممكن نعمل اي حاجه ملهاش علاقه بالازمه نفسها، يعني without mentioning الازمه نفسها، غير ما نعيش بقى في نركز على المشكله، لان هي اوريدي احنا بنبقى عايشين يعني هي عايشه وفي المود وكل حاجه. صح. فاحنا اكيد لو هنقدر نسبورت بحاجه هنسبورت بره، بس احنا دورنا اكبر ان احنا بره المود بره المود خالص. يعني انت عمل متضايقه وتعبانه ورايحه عندها معدي الدكتور، طب احنا يا جماعه هنخلص الدكتور وهنطلع على ايه بعد كده؟ بالظبط، هنطلع على المطعم الفلاني، في مطعم عايزين نجربه. علا متضايقه ومخنوقه ومش عارفه ايه، طب ايه رايك هنعمل مش عارفه ايه النهارده كده. فاحنا في الاكستريم يعني. ما ده حلو. طب كل واحد اكيد عنده صفه او كل واحد ليه شخصيه مختلفه بتخليه هو بقى المميز في الشله دي، اكيد مش كلكم نسخه من لا بعض. لا احنا مختلفين تماما. يا ريت بقى انت تفتيني كده بما انك خدتي المبادره، قولي لنا كل حاجه. انتدي بولاء اقدم صديقاتك. ولاء انا بالنسبه لي بشوفها ان هي شخص منظم جدا، يعني السيستم بريوريتي. في نفس الوقت عندها النقيض الثاني ان هي شخص كوميدي جدا، يعني طول ما انت قاعده معاها ما بتبطليش ضحك. وهي ممكن تبقى بترمي مثلا افيه او بتكومنت على حاجه كده هي مش واخده بالها ان الموضوع كوميدي جدا، فاهماني؟ فلا انا بحب الكاركتر بتاعتها. امل برضو بحسها منظمه وخفيفه قوي، لايت معاكي في اي حاجه. علا نفس يعني شبه شويه في حته يلا بينا جنان، يلا جنان اللي هو ما فيش لبس. مين العاقل الراسي يعني؟ ولاء برضه. وبعدين ضحكه ولاء بتدل على انها شقيه بس على الهادي. هو يعني بصي في مواقف يعني تلاقي كله ضربه والدنيا بايظه خالص، بس بتلاقي في موقف يعني حد بيمسك يظبط الدنيا، فده موست بروبلي بيبقى ولاء صراحه. ايوه هي تظبط الدنيا. بحس ولاء او امل هما احنا بره الموضوع ده خالص. انتوا تخطيط للحاجات الجنان اكتر. احنا الهبات بالظبط. ايوه هما الفن حقيقه، يعني الجانب اللي هو فيه اللي هو لايت شويه زي ما بيقولوا، مثلا نخرج نتفسح ما نفكرش، ما بفكرش مع ساره، ما بفكرش فعلا مع علا. خلاص انا يعني انا عايزه كذا وخلاص، هما بيظبطوا احنا تمام معاكم. سافرتوا فين غير اسكندريه؟ هل مثلا في مخططاتكم ان انتوا تكتشفوا اماكن جديده، تروحوا اماكن مختلفه، تتعرفوا اكتر على الاماكن اللي محدش بيزورها هنا في مصر؟ وبالنسبه لجوه مصر طبعا هيبقى يعني معظم الاماكن اللي شفناها هي مثلا بتبقى فيها بحر، ايفن بقى بحر احمر او البحر الابيض يعني فوق الساحل يعني. لكن ان انا اروح بقى في الجنوب او كذا او كده ممكن الاقصر واسوان، ودي بتبقى حاجات سياحه يعني.
اللي هي الاماكن الكمن اللي معظم الناس عارفاها. بس في اماكن كتير مختلفه يعني، ممكن تروحوا مثلا سيوة، ممكن تروحوا في البلان عندنا موجوده. انا بحاول ابوش زين بقى. طبعا ما انت عملتش سياحه خلاص يعني، احنا بنحاول البلان الجايه نطلع بره مصر على طول. ولطيف احنا لسه اليوم اللي كانت اول بتتكلم فيه ده، احنا قلنا ساره كلمتنا وخلاص هنطلع، فاوتوماتيكلي ساره شغاله في السياحه وكده، فاكيد بقى هي بلاند فور يعني افري سنجل ديتيل كل حاجه. فاحنا ما سالناش على اي حاجه، اكتشفت في الطريق ان ساره بتكلم لسه الناس، احنا مش عارفين هنروح فين، هي مش حاجزه اي حاجه، مش عارفه اي حاجه. عايزه جدا التنظيم كان مهم والله. لا بس يعني وصلوا، لا كل حاجه ستر. بصي هو الفكره ان محدش بقى بيعقد حاجه يعني، مش لازم مش لازم بقى عارفه اللي هو التحبيكه دي، لا الحمد لله ما فيش حد فينا في الحته دي. عادي يعني احنا هنروح يا جماعه، واحنا مع بعض هنقعد في اي مكان مش فارقه، وهي دي احلى حاجه للصحبة يعني. طب ولا انت عندك اولاد؟ طب ازاي يعني بتعرفي توفقي ما بين رحلاتك اللي هي التلقائيه جدا دي وما بين الولاد وطلباتهم؟ شغل المدرسه، انت مدير المدرسه يعني مدير مرحله في مدرسه طبعا اكيد. فده بيبقى شيء برضو بيبقى محتاج فعلا تركيز. هو انا عموما شغلي بياخد معظم وقتي فعلا، بس كمان ولادي ما شاء الله كبار يعني في الجامعه ما شاء الله، فكمان هم خلاص بيقدروا يعتمدوا على نفسهم يعني، فهي دي الفكره يعني. بس انا عشان اتجوزت بدري انا صغير. ايوه صح، مفهوم مفهوم ده. انا كنت بدرس بنت ولاء يعني 3 سنين واحنا في نفس المدرسه، ما اعرفش انها بنتها. متخيله الموقف يعني. طب ناس كتير برضو لما بيشوفوا سيدات مع بعض عاده بيعتقدوا انه بعد سن المعاش اللي هو خلاص خلصنا الشغل وخلصنا مسؤوليتنا تجاه اسرتنا، فهو ده الوقت اللي بيتجمعوا بيسافروا فيه. فكره برضو انه في السن انتوا لسه في عطائكم وشغلكم بياخد وقت كبير، بس انتوا واسركم والتزاماتكم ناحيه اسركم، بس انتوا برضو عاملين وقت وحاطين ان دي اولويه في حياتكم. فرقه معاكم ازاي في حياتكم انتوا وحياه كل واحد فيكم بشكل خاص؟ امل مثلا فرقه معانا جدا في تغيير المود يعني. دايما احنا باي ديلي يعني اي حد بيواجه ازمات معينه في حياته، في حياته اليوميه، فبيبقى عايز يفصل وعايز يخرج طبعا، وعايز يغير اماكن ويغير ناس وشوش وجوه. ففكره ان احنا اخذنا البوينت دي بدري شويه عن لما نستنى ال 60 سنه، فدي فرقت معانا جدا يعني. اي حد فينا بيبقى متضايق في حاجه، اي ظروف بيمر بيها، وانس ان احنا نتجمع او تليفون او نخرج مع بعض، دي يعني بتودينا في حته تانية خالص يعني، بتفرق جدا. ومفيش مشكله من اسركم انه الوقت اللي فاضي ده اهم بيتك اولى بيه، اهلك اولى بيه؟ هما كل ما بيشوفونا مبسوطين فهم سايبيننا مبسوطين يعني، هم عايزيننا نبقى مبسوطين. هي كمان خلاص احنا وصلنا لمرحله من الثقه يعني، احنا الفاميليز نفسها عارفه بعض. يعني احنا اوقات بيبقى يعني مره سافرنا كان معانا مامة ساره وخالتها، يعني الموضوع بقى عائلي فاميلي يعني، الدايره بتكبر بالظبط. ودي حاجه حلوه، بنجمع الناس نفس المينتاليتي. هي بقى كمان البوينت في السؤال اللي انت سالتيه، فكره الاسره او مش الاسره، انا بحس ان الموضوع ده متوقف عليكي انت بتفكيرك ايه. هتقدري يعني، انا مثلا اتحطيت في ظروف كان معايا طفلين، السن متقارب جدا، وعشان استنى زي بقيت صحابي كتير بشوفهم بيعملوا الحركه دي، ان انا استنى لحد ما ابني يبقى مش عارفه واصل لسن كام. أيوة. وبنتي كذا، لا ما حسيتش ان انا، حسيت ان انا إيه في الولاد؟ سنين عمري هتضيع، وفي حاجات كتير حلوه الناس بتستمتع بيها انا ممكن مش هلحقها. لا انا بقيت اخد ولادي معايا في الحاجه اللي انا بستمتع بيها، وبقيت اعودهم ان هم يحبوا الحاجات اللي انا بعملها على يدي بقى يعني. انا كنت ببقى مبهوره بيها، بقول لها ما شاء الله يعني هم يعني فعلا صغيرين قوي. ايوه دلوقتي لا تمام يعني 10 و8، بس اقصد انا بدأ الكلام ده من مثلا بنتي وهي كانت لسه شهور. فكره ان انا هي بيبي، فانا هفضل قاعده بيها في البيت، طب انا سبت الشغل عشان اراعيها؟ لا، بقيت اعمل ايه؟ كل يوم الصبح في الاسترولر في المول نلف نخلص، بابا هيجي ياخدنا للبيت. تمام، انا المود بتاعي هادي، البنت نفسها او الطفل نفسه في فكره الخروج والانطلاق، وان ان هو مش محبوس في مكان، ده بيغير تماما يعني سايكولوجيا، بيفرق تماما. فبدانا بقى نعمل ده واحده بواحده، بقيت انا واصحابي، هم حتى ليا اصحابي يقولوا لي احنا ما بنخرجش باطفال، مش هنسافر باطفال. صح، فاللي هو لا انا يا جماعة من النوع ده جدا. انا بحب ابقى لوحدي وخفيفه، ما بحبش اخد عندك اولاد؟ عندي بنوته. هي دلوقتي 8 سنين، بدانا شويه نبقى اصحاب ونخرج مع بعض وكده، بس وهي صغيره فعلا كان صعبه يعني، مش زي ساره خالص. معرفش اخدها معايا، بحيث ان انا حاجات كتير وملخومه وهعمل ايه،
فانا مسافره اصلا عشان افصل بالظبط كده. فيعني دي احنا الاثنين كنا عكس بعض فيها. لا انا كنت بسيت الرولز بتاعتي مثلا للولاد ان احنا خارجين نتبسط، فكل واحد مثلا هيعتمد على نفسه في كذا، انا هعمل كذا، حتى وهم بيبز ما اعرفش سبحان الله بحس بدام انت خدتي ستيب انا هعمل وهبقى مبسوطه كل الكون حواليكي حرفيا بيتامر على ان انت هيحقق لك ده. ولا شهدت مواقف كتير يعني اوقات كنت مثلا في مكان في البحر عايزين ننزل نعمل دايفنج سنوركلينج معايا بيبي، يعني ابني بيبي حرفيا فاللي هو جينا في موقف من المواقف قلت وجد الشخص اللي بيساعد فعلا يعني احنا ليه مش معانا ناني فلبينيه مثلا تقعد بالبيبي مش عارف كده. والله حرفيا الناس معاهم الناني دي وخلت البيبي معايا ونزلنا واستمتعنا وقضينا اليوم في اللي هو الله. فقلت تقول لي انت متاكده ده طبيعي؟ هل محددين لنفسكم يوم معين مثلا في الاسبوع ان اليوم ده اليوم بتاع الشله اللي بنتجمع كلنا مع بعض وبنخرج؟ هو احنا بنعمل كده فعلا، بس اللي مجمعنا اكتر ان احنا بناخد كورس واحد مع بعض كلنا. فكده كده كورس ايه اللي عمالين تقولوا عليه؟ انا عندي فضول ايه الكورس العظيم ده؟ تفسير قران. تفسير قران. فده بيخلينا كده كده لازم كل اسبوع في يوم في الاسبوع بقى بنشوف بعض وبنقعد فتره كبيره. لازم ده اساسي، لازم بعدها. لازم مطاعم بقى. في مينيو بيبقى بقى عندنا فطار، هو بيبقى الصبح ففطار بعدين غدا بعدين عشان نكمل بقى الليل. هم بقى دي اكتر حاجه ما شاء الله منظمين فيها بقى. سياسه الخروج وبعد كده بقيت النظام عليكي انت. ما شاء الله يعني احنا مبسوطين ان انتوا ناس يعني سيدات متحققات ناجحين في شغلكم، عندكم اسر وعارفين تاخدوا بالكم من ولادكم ومش مأجلين حاجه، كل شيء بالتوازن، وطول ما انتوا سعداء اسركم هتكون اكيد سعيده يعني. بالظبط. فتنورتونا وشكرا ان شاركتونا تجربتكم وان شاء الله يعني ده يكون ملهم لناس تانيين ما يستنوش، لانه الزمن ما بيستناش الوقت ما بيستناش. اكيد دي حقيقه. نورتونا كتير استاذه علا عبد الرحمن رئيس قسم العلوم باحدى المدارس الدوليه، ساره التركي مؤسس ورئيس مجلس اداره باحدى شركات السياحه، ولاء طه مدير باحدى مدارس اللغات الخاصه، وامل حمدي مسؤول تطوير وتكنولوجيا في احدى المدارس الخاصه. نورتونا وكورس موفق ورحله سعيده قادمه ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. نخرج لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا بيت السفير علي. ودلوقتي وصلنا للفقرة المفضلة لينا كلنا وهي فقرة الموضة. الحقيقة من أول ما بدأنا نعلن عن فقرة من دولابي والتبرع بفستان لأي مناسبة سعيدة سواء خطوبة زفاف أو أي مناسبة سعيدة عشان خاطر نحاول نفرح واحدة من مشاهدينا، وكتير جدا من مصممي الأزياء حبوا إن هم يشاركونا في هذه الفقرة. النهاردة معانا ضيفة ومصممة أزياء من البحيرة، واحدة من البنات أو الديزاينرز الشاطرين جدا اللي قرروا إن هم يتعلموا الفن ده، يتعلموا الصنعة دي، ولكن مش يتعلموها كده بس، لا يتعلموها بالدراسة مش كده وبس. دي كمان قررت بعد ما درست فن تصميم الأزياء إنها تعمل ورش عشان تعلم البنات في محافظتها، تعلمهم فن الخياطة وفن التصميم، وقررت إن هي تشاركنا وتيجي النهاردة وتنورنا وكمان تتبرع بفستان. ضيفتنا النهارده هي دعاء نصر مصممة الأزياء. احنا مبسوطين جدا انك موجوده معانا واهلا بيكي في بيت السفير عزيز. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي. اولا خلينا نتكلم على الفستان اللي انت هتهديه لبنوته النهارده تفرحيها، فلو ممكن تقول لنا الفستان يعني ممكن يناسب اي مناسبه مثلا. هو فستان سيمبل بسيط مناسب لخطوبه، مناسب لقرايه فاتحه، لسهرة بسيطة، سهرة عائلية كده يعني، هو سيمبل قوي وبسيط وما فيهوش تكلف يعني. جميل. هو انا لونه كمان عجبني جدا ويا ريت تقولي لنا تكلمينا عن الخامة اللي انت مستخدماها هنا في الفستان ده. انا استخدمت هنا الساتان، ساتان اسمه ألتا موضة، حاجة بتبقى ناعمة وفي نفس الوقت مش خفيفة، تبين بروز الجسم قوي اللي بيبقى شكلها مبتذل مش لطيف. فبتبقى خامة ناعمة، احنا بنستخدمها مؤخرا بقالنا بتاع 4 سنين تقريبا. نستخدمها في معظم الفساتين السواري والويدنج. وهي خامة هايلة يعني، كمان بتساعدنا قوي قوي ان احنا نطلع القطعة اللي في ايدينا بشكل راقي ورائع برضو. انت زي ما نهى قالت مش بس عندك الموهبة، انت كمان يعني دارسة. ايوه. فبتكلمينا عن الخامة وازاي ان هي
ناعمه بس ما بتبينش، يعني بتخفي عيوب الجسم. الجسم ايوه ما بتبينش تفاصيله. فانت بقالك قد ايه في المجال؟ انا بقالي في المجال فعلي تقريبا 11 سنه. وقت طويل. انا اصلا ثانوي فني. بعد ما خلصت الثانوي الفني دخلت معهد فن صناعي قسم ملابس جاهزه، وبعدين عملت دبلومه في مكان ما في مصر مشهور جدا، ودخلت في مشاريع من خلاله كتيره جدا، وبعدين عملت دبلومات في اقتصاد منزلي كتير زي التشكيل على المانيكان وباترون وديزاين. واتخرجت وعندي الاتيليه الخاص بيا، وفتحت كمان اتيليه تاني، وحاليا بدي كورسز وبدي ورش بعلم فيها الستات والبنات، والستات خصوصا الارامل واللي هم المعيلات، والبنات اللي حابه يعني تتعلم تصرف على نفسها، مش ما تعتمدش على حد. وانا بعمل لهم خصومات وحاجات عشان اقدر اساعدهم، وفي نفس الوقت بعلمهم بورش متكامله، مش مجرد مثلا ساعه او اتنين في اليوم، لا ده احنا بندي يوم واحد في الاسبوع بيكون ورشه كامله، قص وفينشنج وتقفيل وتلبيس، ومنعالج الديفوهات وكل حاجه. بيطلعوا من المحاضره من A to Z، مثلا هياخدوا النهارده الجيب هيفصلوها من A to Z، هتطلع بيها ملبوسه، هي طالعه من عندي لابسه الجيبه، فبتبقى مش مصدقه انا فعلا عملت ده. اقول لها كلنا نقدر طالما عندنا الموهبه وعندنا الحب ونقدر نشتغل على نفسنا ومع حد صح، اكيد هنطلع نتيجه جميله. بس انا ببقى انا وانت بتكلمي دلوقتي انا مبسوطه جدا وانا بسمعك، وانت بتقولي انك علمتيها، يعني انه ده حاجه عملي مش بس أيوة. انه نظري. انا ما عنديش ورقه وقلم. برافو عليكي. دايما بقول كده للبنات اللي بيقولي مش بيتعلم، انا ما عنديش ورقه وقلم غير لما بينفذها ويعملها بايده ومقصنا والمازورات بتاعتنا والماركر بتاعنا وبنشتغل، ناخد مقاسات وبيطلعوا احنا بندي في مجموعه كويسه تقريبا 10 او 9 او 8 على حسب. فكلنا بنساعد بعض، اللي اتعلمت حاجه قبل الثانيه فبنفيد بعض. حلو. وبعد ما بتخلص البنات الكويسه اللي بحسها تقدر تكمل معايا وفي نفس الوقت عندها الموهبه بتشتغل معايا في الورشه بتاعتي وبتطلع انتاج. اوريدي انا الاسيستنت الاثنين اللي جايين معايا النهارده هم اصلا كانوا ايوه المساعدين بتوعي. هم مش مساعدين، هم اهلي برضو. اكيد. فلانهم بيفضلوا معايا طول اليوم وبيساعدوني في كل حاجه، وبقوا شطار جدا وبينتجوا. يعني انا فستاني ده هم اللي عاملينه، وعامله واحد زيه قبل كده نفس الديزاين بس ابيض في اسود، كان جميل، وهم اللي مقفلينه. انا بقص حاجه جميله. فهم بناتي يعني. طب خلينا نخرج فاصل قصير ونرجع نعرف اكتر عن تجربتك ونشوف بقى الشغل ان شاء الله. فنخرج فاصل ونرجع مره تانية مع دعاء نصر مصممه الازياء الاتيه راسا من البحيره تحديدا من ايتاي البارود. خليكم معانا. لسه مكملين فقرتنا، فقره الموضه مع مصممه الازياء اللي جايه لنا من البحيره دعاء نصر، اللي هتقدم لنا مجموعه من تصميماتها وخصوصا فساتين الزفاف. هنتعرف اكتر على شغلها وهنتعرف على اخر صيحات الموضه في فساتين الزفاف. قولي لنا بقى يا دعاء، ده اول طلع علينا. ايوه، ايه رايك؟ ده مفكرني بفاتن حمامه وشاديه وال ايوه الفتره اللطيفه الظريفه. أيوة دي ايوه، بشكل مودرن برضو، في تطريزات بسيطه وفي نفس الوقت مش عريان قوي، مش مبتذل، فاهماني؟ لا لا لا، ده حلو جدا. تقيل ومش تقيل بقى كتير. وجبونات وديول ونشيل وكده. طب سؤال بقى، يعني عاده فستان العروسه بيبقى فيه تخيل ان هو بيبقى منفوش بديل. أيوة. طيب أيوة. يعني في حاجات في الصوره الذهنيه عند البنت. ايوه. قولي لنا انت، يعني البنات في البحيره او في محيطك اللي بيجي يشتري، ايوه، ما عندوش مشكله ان هو يخرج من القالب ده؟ يعني ده الفستان مش طويل قوي. لا ومش تقليدي. ايوه، لان معظم البنات خالص. ايوه، معظم بس فستان عروسه يعني. ايوه ايوه. هو دلوقتي البنات كمان بتلبس مش فستان واحد، بتلبس اتنين، بتغير. الفستان التاني بيبقى بسيط علشان خاطر هي هتمشي بقى، فمش عايزه حد يشيلها وحد يعمل لها. وفي نفس الوقت لا، مش كل البنات بتحب طبعا تلبس حاجات بديول، في بنات بتحب البساطه وبتحب الحاجه يبقى شكلها رايق كده، مش يعني ما فيهوش تكلف. فالديزاين بسيط وشيك وفي نفس الوقت يعني روحه حلوه. طب وانت مش عامله طرحه؟ يعني هي حاطه في شعرها زي ما انا حابه ان هي تبقى مرتاحه، مش حاسه ان في حاجه جراها وراها. طب ولو هتحطي طرحه اللي هي اول ظهور ليها، يعني هنحط هتبقى طرحه إيه؟ طول
بسيطة جدا. بس عادة بياخدوا من الطرحة، بياخدوا روح الفستان ويحطوها على الطرحة. هنحط طرحة طول. ويبقى طوله ايه بما ان الفستان مش طويل؟ طول الطرحة هتبقى طول الطرحة قصير زي فاتن حمامة كده. ايوه واضح. انت متأثرة جدا بالكبرة. بالنسبة للتطريز اللي على الفستان، هل ده تطريز يدوي ولا ده تطريز؟ ده تطريز يدوي. احنا بنجيب خرز وحاجات معينة وبنقعد بقى بالخيط والإبرة والدنيا بتظبط معانا وتطلع الحاجة شكلها جميل. لا بس فعلا فستان مختلف تماما. لا بصي بقى، وغير تقليدي. قلت لنا الحقبة الستين، انت فعلا ايه رايك؟ بس بروح مودرن وتتلبس عادي. لا وانا حاسه ان هم عارفين يمشوا فيه ويتحركوا. ايوه هتعرف تتصور وهتعرف ترقص وهتعرف تهيص مع شكلها. شكلها حلو قوي. وعروسه تعرف تتحرك براحتها. شبه عارفه وكمان ماجده. ايوه ماجده في الفيلم. ايوه مع عبد الحليم حافظ. اللي هو كان مغني لها عقبالك يوم ميلادك. بس تاني كان بيجي بونت. ايوه كان كبير قوي وكان منفوش اكتر. ايام الابيض واسود. ايوه ما كانش فيه الشولدر دوت بالظبط. احكي لنا عن الخامه. من القوالب خالص. الخامه هنا ايه؟ الخامه دي دانتيل واحنا حاطين تحتها بتنه برضه ساتان والزراير من نفس القماشه وعاملين تول على الكتاف بشكل شيك وعاملين فيهم كوارات تدي شكل لطيف والديزاين جميل اهو ما شاء الله وحلو وماشيه. طب فكره الجوانتي، فكره الجلافز جات لك منين؟ يا هو بقى روح حلوه كده تحسها ملكه كده هانم كده. ايوه ايوه. طب احنا نقدر نقول ان الكولكشن بتاعه صيف 2023 او سنه 2023 نقدر نقول انها مستوحاه من الستينات من الفتره دي ولا نقدر نقول ان انت هو ده اللاين اللي انت بتحبيه؟ هو ده الخط هو ده اللاين اللي انا بحبه وبفضله. بس هو فعلا الفتره دي هم مصممين الازياء بلا استثناء متجهين للدانتيلات جدا. اوكي. فلانها خامه مريحه وراقيه جدا وبتقدري توظفيها باكثر من شكل. صحيح. ايوه فانا موظفاها برضو في الفستانين التانيين بس بشكل مختلف تماما. طب الفساتين دي بما انها ما فيهاش الشغل التقيل بتاخد وقت قد ايه عشان العروسه تستلم؟ هي تبان بسيطه لكن بتاخد شغل ومجهود فظيع. طبعا بصي جيبونه وال احنا بنسحب على جوميه وبنسحب بشكل مظبوط علشان ما يبقاش فيه هوا في الفستان والحاجات دي بتاخد وقت وتكنيك وفينشنج فظيع. يعني تاخد وقت قد ايه مثلا؟ يعني العروسه تجيلك قبليها بقد ايه عشان تصمم لها فستان الزفاف؟ يعني بثلاث شهور ولو هي مزنوقه قوي ممكن نخلصه لها في ثلاث اسابيع. يا سلام ده ايه ده؟ شفتي ده بصي ده ايه ده؟ مفيش بعد كده. انا قلت هتقولي ايه في شهرين؟ لا ما هي لما تيجي تعيط لك هتعملي ايه؟ هتيجي تخلصوا لها في ثلاث اسابيع. طب والبنات دلوقتي حابين ان هم يخرجوا من الشكل التقليدي ويروحوا للافكار دي؟ جدا فعلا جدا جدا. ايوه طبعا. البساطه حلوه في كل حاجه. ده حقيقي. مش لازم نبقى كلنا شايلين ومكلفين في نفسنا كده، مفيش تكلف كده، تبقى الحياه بسيطه. الدنيا بسيطه. هي مش بسيطة بس احنا هنعديها. بتتابعي الموضة العالمية؟ بتعرفي الدنيا رايحة فين؟ مين بيعمل أكيد ايه؟ اكيد بس مش كل الموضة العالمية بتناسبنا لان احنا برضو مجتمع شرقي طبعًا. لنا عاداتنا ولنا تقاليدنا وفي نفس الوقت مش لازم نبقى نقلدهم. ايوه ومش لازم نطلع من عبايتنا يعني. صح احنا صح. لنا افكارنا برضو طويل وبديله علشان ما احنا مش حارمينكم من حاجة. ايوه بس مش مضايقها. أيوة. لا خالص. وده بقى ساتان؟ ده ساتان. ولكن القماشه اللي على الكتف ده يعتبر ايه؟ دانتيل ولا يعتبر ايه؟ ده دانتيل. دانتيل على طول. وفكره الزراير برضو انت متبنيها هنا مع الحركه اللي ايوه على لان الصدر فاضي قوي فلازم يبقى في حاجه في لطفه كده تشغله. ايوه لطيف جدا. ايوه وبعدين فستان زي ده ممكن يغنيكي عن الطرحه على فكره وممكن يبقى كاتب لو فكره اللي في شعرها. لطيف قوي. قوي وفعلا ممكن يبقى فستان كاتب كتاب. في ناس مش بتعمل افراحها برضو بشكل صارخ وضيوف كتير وكده. لا بتبقى في ناس الدنيا معاهم اصغر وبيحبوا تجمعات بسيطه. الناس القريبه قوي كده يعني فبتبقى طب الدنيا. احنا لو فكينا التول اللي من ورا ده نقدر نستغله بنغير بيه الموديل ولا هو اوريدي؟ انا كنت مصوراه على موديل قبل كده كنت ملبسه لها على الوسط يعني مش نازل على الكتف مش على الشولدر ومربوط من ورا في يونكه كبيره زي الفستان اللي قبله. احنا ممكن يعني نلبسه بطريقتين. هو اوريدي الفستان ده اتعرض قبل كده. طب سؤال، انت متبنيه في كل فساتينك الابيض الابيض يعني ما رحتيش زي ما ناس كتير غيرت للاوف وايت شويه؟ لا عملت شامبين وعملت بيجي فاتح خالص وعملت الاوف وايت وعملت الابيض الابيض
فكل واحده على حسب لون بشرتها وعلى حسب هي حابه ايه. في بنات بتحب التطريز الكتير قوي وتبقى تقول لي لا انا عايزه احس ادخل كده ابرو كده بنور انا عايزه انور كده. وفي ناس لا بتحب البساطه وانا كمان بحب البساطه. فبتبقى البساطه بتبقى احلى كتير. صحيح. طب احكي لنا بقى على الفستان اللي داخل دلوقتي ده. انت ايه رايك فيه؟ حلو جدا. برضو ده ساتان والكمام حبيت اعملها شيفون عشان تديله كده يعني روح حلوه كده وتحس ان هو راقي قوي كده. والكورساج من فوق برضو دانتيل. والديل عملته برضو دانتيل في تول كده وعملت تحتيه طبقات تول عشان يبقى شفاف قوي. وممكن عادي لو حد عايزه مقفل قوي قوي نعمل له بطانه مفيش مشكله. تمام. وده يحتاج طرحه. وده ما بتفكش صح؟ لا 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 ده ماسك في الفستان لانه مش طويل. أيوة. فمش هيضايقها في حاجه. وممكن تعملي له طرحه من طرحة نفس الخامه دي. من نفس الخامه طويله بقى. تبقى ماشيه كده توصل لغايه الديل مع ايوه ايوه ايوه. حلو جدا مختلف كمان. والكمام طب بنات كتيره بتبقى مش عارفه تعمل ايه بفستان الزفاف بعد ما بيخلصوا الفرح. ايوه. فبتقترحي عليهم ايه؟ هل ممكن ان هم مثلا يغيروا الموديل؟ ولا يصبغوه ولا يحوشوه كده ويشيلوه لبنتهم؟ مؤخرا في بنات اساسا بتدي فساتينها لحد غيرها. تأجره تديهولها محبه. مظبوط. تديهولها بمبلغ رمزي علشان مش كل الناس بتحب تكلف الفساتين لان الفساتين برده مش كلها اسعارها بسيطه. اكيد في فساتين بتكلف لان الماتيريال برده مش بتبقى طبعا. سعرها رخيص. صح. بتبقى عشان تجيبي خامه كويسه بيبقى سعرها عالي برده. اكيد. فالبنات دلوقتي بتعمل كده. فدي هي. فكرة ممكن نساعد بيها بعض برضه. دي طبعا ده فكرة حلوة. ده بناتك زي ما بتقولي عليهم يعني انت وبناتك. أيوة أيوة الشغل أيوة ده كله. أيوة. طب معلش ممكن تجي لنا هنا لو سمحتي. انا عايزة اشوف التقفيل. شوفي التقفيل. بصي التقفيل يا شيرين والخياطة الجنب على الجنب مظبوط يعني. حلو؟ رقيق قوي. جدا جدا جدا. الحمد لله. بجد. تعب سنين ده. تعالي مش من فراغ ده. شقة ده. مشاهدين برضو. لا جميل تسلم ايديكي. انا بصراحة اقول لك الحق. قول. انا كنت فاكرة بصراحة ان انا هشوف بقى كهارب. ايوة ايوة وبرهرة بقى. وكمية فصوص. جاية من ايطال بارود بقى. عفوا يعني لا. لا لا لا, لا خالص. لا. لانه صح في ناس زي ما انت قلتي بتحبوا انا عايزة اخش. ايوة. الناس كلها كده. ما هو احنا بنعمل ده برضو بس بنعمله بشكل حلو. يعني بشكل حلو عينيكي تبقى مرتاحة. تبقى مرتاحة وهو ده المهم. وهي بتشوف الفستان. كل الاميرات اللي اتزوجوا مؤخرا في السنين الاخيره كله فيري سيمبل بساطه يعني أنا هي تقدر أنا تعمل شغل السنين. أيوة. بس هي اختارت لمه شعر ناعمه او تسيبه بنعومه وفساتين ناعمه فقمه الرقه يعني ده صح. ده الاحلى مرسي. حتى هي تبان لا في رقي كمان ما وسط كل ايوه 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 لا هي البساطه والرقي والنعومه زي ما شيرين كانت بتقول مهم جدا عشان أيوة. خاطر الست تبرز او البنت تبان انوثتها وتبرز جمالها. صح. يا ماما الله يديها الصحه دايما تقولي كده البساطه حلوه في كل حاجه. صحيح. وهي تعتبر شريكتي في كل حاجه. فالبساطه تكسب في كل حاجه ومامتي تكسب في كل حاجه. طب قولي لي انت ورثتي مثلا حب تصميم الازياء ده مثلا عن والدتك او حد من قرايبك او بصي زمان حد ما كانش في ست بيت ما بتعرفش تخيط. طبعا احنا كنا بناخد دروس خياطه في المدرسه. ايوه ولو حتى بتجتهد. صحيح. وهي بتحاول تعمل لاولادها تظبط بيتها بالطريقه اللي تناسبها فانا مامتي وخالتي الاثنين بيعرفوا يخيطوا بس على قدهم على قد زمانهم يعني ما كانوش بيعملوا لك فساتين للعيد الميلاد كانوا بيعملوا لي ربنا يديهم الصحه فضلوا يعملوا لي يا رب اجي اعمل ديزاين تقول لي لا اعملي كذا لا كده ابسط لا كده احلى لا ربنا يديهم الصحه ويبارك في عمرهم وكل الستات المصريات كده على فكره ولو جت لي اي عميله وتيجي معاها مامتها تقول لي خلي بالك انا بعرف اخيط انا كنت خياطه زمان ده لو وريتك حاجتي ده انت على فكره اوعي تفكري نفسك يعني ان انت ديزاينر علينا فكل الستات بتعرف تخيط طبعا. أيوه. مين البنات والستات اللي بيجوا لك عشان يتعلموا يعني سن ايه عايزين ايه بصي انا علمت بنات عندهم 13 سنه وعلمت ستات عندهم 50 سنه yeah. والله العظيم انا كان عندي ست الله يديها الصحه يعني كان اسمها صالحه وهي صالحه فعلا كانت ست كمل كده عسوله وجميله وما شاء الله عليها شغلها جميل ودلوقتي فتحت شغل خاص بيها ما شاء الله. وعلمت بنت كان اسمها رضوى كانت من الصم والبكم
وكانت شاطره جدا، كان عندها 13 سنه يا حبيبتي او يمكن اقل كمان، كانت شاطره ممتازه جدا. فاحنا بنعلم اي حد حابب يتعلم وشايف نفسه في المكان ده. انا بسالها انت عايز تعلمي ليه؟ تقول لي نفسي انا حاسه ان انا هقدر اعمل حاجه. بس اللي يديني المعلومه صح عشان اقدر اطبقها صح، والحمد لله ان احنا بنعمل ده. فاحنا بنعلم كل الناس وبنساعد دايما الستات الارامل طبعا والمطلقات والبنات اللي عايزه تساعد نفسها بنفسها، وبنعمل لهم خصم كمان. وبيبقى قد ايه الكورس تقريبا؟ الكورس بيكون 3 شهور بتطلعي منه ما شاء الله عليك، يعني تقدر تعملي كل حاجه. جربت ترزي بريمو. انا حاسه ان شيرين هتغير الكارير. والله عندنا مكنه في البيت يعني عايزه اجرب يعني، بس دي جزء توافقي تيجي عندنا تاي البارود يعني المكنه السنجر السوداء. ايوه انا محتفظه بيها لحد دلوقتي في الاتيليه بتاعي، وكل العملاء بتوعي عارفين يدخلوا كده. انا جدتي كانت عندها، هي مكنه لازم هي مكنه مامتي وكانت بتاعه خالتي، فاحنا خدناها منها حطها في الاتيليه كده تشرف بالتاريخ وتشرف بالناس الحلوه دي. طبعا ايوه طبعا. طب قولي لي بقى، البنات لما بيجوا عندك ايوه وبيبقوا شاطرين وكده، انت قلتي انك مثلا في 2 منهم اصبحوا مش دول بس المساعدين بتوعك، كان في قبليهم وكان في قبليهم وبيروحوا محدش وبعد كده بقى. ايوه طبعا بيفتحوا شغلهم وانا بفتخر بيهم وبشجعهم. ولو حد مثلا عندنا بيسال على الجروبات بتاعه البنات انا افصل عند مين والاقي اساميهم بشجعهم، عمري ما بتضايق لان نجاحهم من نجاح طبعا. أكيد. مش كل الناس، لان مش كل الناس عندها الروح دي، ومش كل الناس اصلا بتعترف ان انت علمتيها او كنت سبب في ده. بس انا ما عنديش مشكله لان انا من الاول حاطه ده في اعتباري ان انا بعلم من باب ان انا اعلم، لان انا اساسا دارسه فمش واخده لا انا صنعه يعني صنعه صح طبعا صنعه. وانا وانت واضح ان ايديكي بتلفي في حريرة. ربنا يفتح عليكي اكتر ويزيدك لان انت عامله حاجه حلوه قوي. ميرسي ربنا يخليكي، نورتينا دي حبيبتي. كانت احلى ختام. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. جاي لنا مخصوص من البحيره، ربنا يفرح كل البنات يا رب. ونشوفكم بكره وحلقه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. باي. We'll be right back.